السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء قيام المتجدد دائما على قناة الصحة والجمال وبرنامجكم المميز جدا برنامج ساعة شهية. النهاردة حلقة غير عادية، حلقة بسيطة، حلقة لذيذة، حلقة مميزة، حلقة سهلة، زي ما تقولوا قولوا، حلقة نظيفة، حلقة مميزة، حلقاتنا كلها حلوة، ولكن النهاردة الوضع يختلف. ليه؟ عشان معايا شيف متمكنة، صاحبة كاترينج ما شاء الله عليها. طيب أنا مش عايز أتكلم كتير، تعالوا ندردش مع بعض في الحلقة، بس بعد ما نرحب بالشيف نعمة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورتي. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك. إيه النور ده؟ الله يخليك يا رب. انا شكرا ليكي على تشريفك لبرنامج ساعه شهيه. انا سعيد جدا بحضرتك. انا اللي يعني زادني شرفا. ربنا يبارك في حضرتك. قبل ما اقول لك انت هتعملي ايه، انا هقول لك انت منين. مصر الجديده. مصر الجديده ما شاء الله. يعني يا جماعه الشيف نعمه من مصر الجديده هي شاطره جدا، منظمه جدا على ما شفت وعرفت منها. يعني ايه قال لك اقرا الجواب باين من ايه، من عنوانه. طب تعالوا نشوف الشيف نعمه النهارده هتعمل لنا ايه. وصفاتك الجميلة ووصفاتك الحلوة والبسيطة السهلة اللي انت قلتيلي وعمالة تقوليلي هتعجب الناس كلها. يلا يا نشوف رب. يا رب. يلا نشوف هنعمل ايه النهاردة بقى. هعمل بانيه بالصوص الحار. بانيه بالصوص الحار. ايوة. تمام. وهنعمل جلاش بالبسطرمة. الله. والجبن. وهنعمل سلطة زبادي وعصير ليمون. طب. فريش بالنعناع. نبدأ على طول، وعايزك تشرحي وانت بتعملي. ماشي. بانيه. بالصوص الحراق. بالصوص الحار. أيوة. طيب البانيه ده اكيد له سر وليه تكه وليه تيست معين مع حضرتك. انا قعدت اتناقش معاكي في موضوع البهارات، قلت لي هحط كل البهارات، فقلت لك استنى بقى لما نطلع عن هوا ونقول للساده المشاهدين ايه حكايه كل البهارات دي. لا 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 مش كلها يعني. ايوه تمام كده. لا بس هو بياخد بهارات كتير. بياخد بهارات كتير. كتير. تمام زي الفل. نقول للساده المشاهدين احنا بدأنا وعملنا ايه. هنشوح البانيه لغايه ما يتشرب ميته، وبعد كده ببتدي اشيله في نفس الطاسه، بحط ثوم والبصل، وابتدي احط بقى البهارات اللي هو بياخدها. تمام يعني انا كده بنزل بالبانيه بدون اي ماده دهنيه او اي لا لا، بحط زيت بسيط قوي. تمام. يتشوح فيه بس كده ويتشرب ميته عشان يفصل ما يلزقش معايا او ما يتحرقش، او كمان ما يجيبش ميه كتير ويبقى متسخن الطاسه. تمام وزي الفل. الله عليك يا شيف. على فكره يا شيف الحاجات البسيطه دي بتفرق جدا، بتفرق جدا في الطعم وفي التيست. تمام. هو البهارات بتاعته. طيب هي كمان اللي بتعلي التيست. نروح فاصل ونرجع تاني. فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل. الشيف نعمه لسه عندها حاجات كتير، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيف نعمه ومعاكم وفي ساعتنا الشهيه الجميله. نواصل. يلا نشوف كده الشيف بعد البانيه دخلت قالت عشان الوقت بسرعه اخش في الجلاش. انت بتعملي ايه يا شيف؟ بعمل الجلاش. بدهن لازم كل طبقه تدهن بسمنه عشان يطلع مورق ما يطلعش معجن. تمام زي الفل. يعني كده اجيب الجلاش والف ورقه ورقه. عايزك تشرحي الوصفه. ايوه ورقه ورقه. يعني باخد ورقه ورقه وبفردها واديها سمنه كويس. تمام. بس وبعمل عدد الطبقات اللي تحت زي اللي فوق عشان تطلع متساويه. زي الفل كده يا شيف. يعني ممكن كده اخد كام ورقه؟ 3 4 5 7 ممكن 5 6 كده تحت وخمسه سته فوق. طيب هو عباره عن ايه؟ نشوف يعني الجلاش ده بالبسطرمه، ايه بهاراته؟ ايه حركاته؟ ايه تكاته؟ عايزك تشرحيها من الاول للاخر كده واحنا شغالين. اي بهارات خالص. هو بياخد فلفل الوان احمر اصفر، بياخد جبنه، اي نوع جبنه، موزاريلا، شيدر، مفيش جبنه معينه، وبيتحط عليه بعد ما بنخلص بنحط اللبن وبيضه. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. تمام. واقول لكل الساده المشاهدين اللي متابعينا ومتابعين برنامج ساعه شهيه، احنا ان شاء الله بدانا مبادره جميله جدا. بطلب من كل الشيفات اللي عندهم اكلات بيتي او عندهم كاترينجات يتواصلوا معايا على صفحتي، على صفحه الشيف رائد ابن النيل، او من خلال الارقام على الصفحه بتاعتي اخر رقم التليفون. ان شاء الله عاملين مبادره كاترينج في كل محافظه، هنسميه كاترينج في كل محافظه. يعني عندنا مثلا حد عنده كاترينج في محافظه اكتوبر يتواصل معايا، عد كاترينج في محافظه الجيزه يتواصل معايا، في محافظه الفيوم يتواصل معايا، من اي مكان اي مكان اي مكان عامل كاترينج عاوز يفعله، سواء شيف او شيفه
يتواصل معايا ونبدأ نساعد الناس، نخلي الناس تشتغل. أي حد عاوز يعمل مشروع نعمله له ونتعاون مع بعض وننهض مع بعض، لأن في ناس كتير اتصلت بيا وقالت يا شيف عايزين شغل، عايزين توصلنا نشتغل. إحنا إن شاء الله بإذن الله هنفعل الموضوع. وأنا من امبارح بفضل الله من ساعة ما أعلنت ونزلت بوست على الصفحة بتاعتي إن شاء الله لقيت ناس كتيرة جدا اتواصلوا معايا وخدت أسمائهم وخدت أرقامهم، وقريبا إن شاء الله بإذن الله نبدأ نعلن عنهم واحد واحد ونبدأ نشتغل وربنا ييسر إيه للجميع. نورت يا شيف نعمة. الله يخليك. شيف نعمة يا جماعة معانا مميزة جدا جدا. نعم الله يخليك يا رب. اتصال معانا ياسمين، ناخد ياسمين ونرجع لك تاني يا شيف. ماشي. أستاذة ياسمين أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. ماشي. ممكن يا ياسمين نوطي صوت التلفزيون شوية؟ اتفضلي أنا معاك. أستاذة ياسمين ألو. طيب ماشي. ممكن تعاودي الاتصال بينا تاني استاذة ياسمين؟ معلش انا مش سامع حاجة. لو انت سامعاني معلش يعني نوطي التلفزيون شوية ونتواصل من خلال التليفون ان شاء الله يعني مع بعض. نشوف الشيف كده عشان مش عايزة تهرب وعايزكم ايه تشوفوا الوصفة دي شكلها يعني ايه. فتحت نفسي وانا قاعد معاها الهواء وعايزة اكلها قبل ما اخلص البرنامج. تمام. واحدة واحدة كده يا شيف وقولي انت عملتي ايه. حطيت الفلفل الالوان الاول، ورق الجلاش. ايوه. وبعد كده الفلفل الالوان، وبعد كده بحط البسطرمه، وبعد كده احط عليها الجبن. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. باخد جلاش بني تاني من فوق طبقه بقى كبير كتير تاني زي اللي انا عملتها تحت، حوالي 6 ورقات. تمام زي الفل. اشوف لك انا البنيه يا شيف. ماشي. تمام. لسه ياسمين رجعت تاني. الو. الو 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 شيف. ايوه ازيك ياسمين؟ عامل ايه شيف؟ ما شاء الله عليك انت وشيفه منورين الشاشه. ربنا يبارك فيك، ده نور اتصالك امورينا. لو سمحت يا شيف، هو انا لما باجي اعمل الكفته فكي مني كفته الرز. لما بتيجي تعملي كفته الرز. تمام. لما بتيجي تفكي كفته الرز بتفك منك صح؟ طب نشوف كده ايه تكه من الشيف نعمه تقول لك عليها. عندك اي سؤال تاني يا ياسمين؟ ولو سمحت عايزه طريقه عمل القراقيش. القراقيش. عايزه تاكلي قراقيش. انت منين يا ياسمين؟ نعم. انت منين؟ انا من سوهاج. من سوهاج. انا ياسمين اللي اتصلت بيك قبل كده. يا ازيك يا ست ياسمين عامله ايه؟ دايما دايما منوراني باتصالك. اول ما قلت قراقيش فقلت اسالك عن انت منين عشان عارف الصعيد هي اللي مشهوره بالقراقيش. ايوه. طيب ماشي. المفروض الوصفه دي انت تيجي وتعملها لنا هنا عشان ناكل القراقيش من عندكم من الصعيد. بس انا عايزاها منك انت يا شيخ، بس هعملها بالعجوه. عيني. حاضر تمام نشوف لك القراقيش. حاضر. شكرا لك ياسمين ومتشكر لمتابعتك لينا في برنامج ساعه شهيه وربنا يبارك فيكي. الكفته. ايوه. بتفك منها كفته رز. كفته رز بتفك منها. احنا نقول وصفتها كده سريع عشان لو هي بتعملها بطريقه نقولها. انا بحط كيلو لحمه مفرومه. كيلو لحمه مفرومه. ركزي معايا ياسمين مع الشيف نعمه بتعمل كفته حلوه قوي. احط عليها 4 كوبايات رز. كويس. 4 كوبايات رز. كيلو كفته مع 4 كوبايات رز. وباخد 3 حزم خضره. باخد الورق بس ما باخدش العيدان اللي فوق عشان ما تعملش ميه. تمام. مني. وبصله و3 فصوص ثوم والملح والفلفل. والملح والفلفل. والفلفل. تمام. بس وبطحنهم كويس قوي بيتضربوا وشين عشان تبقى ناعمه يعني تتماسك مع بعض. تمام. معانا مين؟ طيب استاذنك نروح اتصال ونرجع تاني. ام حسام اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله يا رب العالمين. ازي حضرتك؟ الله يخليك. انا هقوم اعمل الجلاش دلوقتي. بس حتى الحاجة بعمله. انا كنت طلبت من حضرتك 600 ما قلتليش عليه. ربنا يبارك فيكي. احنا طبعا البرنامج جاب الليل بقى والسهره تحلى وقاعدين في البيوت ونقوم نعمل اكلات بقى. ايوه ان شاء الله. بقول لك يا شيخ كنت طلبت منك التوميه ما قلتليش عليها. التوميه؟ ازاي ده انا اقولها لك دلوقتي التوميه؟ وعايزه الهمبرجر ما تنجحش معايا. الايه؟ مش عارفه ليه. الهمبرجر. الهمبرجر ماله؟ ما تنجحش معايا، ما بعملهاش حلو.
ما بتعملهاش حلو. طيب خلاص ماشي، نخلص الكفته مع الشيف نعمه وناخد منها الهمبرجر بقى. وقول لي على طلبك انا مسافره، او سلام للشيف اللي معاك يا ربنا يبارك في حضرتك. بتسلم عليك يا شيف نعم. الله يسلمك. ميه ثاني بقى على خطيط المسكين. نعم. عطيت اقول لك على حاجه جديده بقى غير الكوميه. ان شاء الله. ان شاء الله. ويسلمك. ربنا يبارك في حضرتك. هي قالت احمد، استاذ احمد. الو. الو اتفضلي. طيب ماشي ماشي. استاذ احمد اتفضل. الو. الو ازيك يا شيف، عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك، اتفضل يا استاذ احمد. ازي حضرتك، ايه العمايل الجميله دي؟ ربنا يبارك فيك. ده الشيف نعمه، انت الاجمل. الشيف نعمه زي الفل. ربنا يخليك تعمل عمايل يعني ما شاء الله والله. انا بصراحه مش قادر استنى وهي شغاله كده، عايز اكل عايز اكل بس لسه بقى لما تستوي. احنا مستنيينها فعلا. ربنا يبارك في حضرتك. عند حضرتك اي سؤال للشيف؟ كنا عايزين طريقه عمل البيتزا بس. البيتزا عينينا. البرجر والبيتزا. طيب نشوف الكفته. عندك اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ انا جوز منها. نعم. اتصالاتك كتير يا شيف. طيب ناخد ام كرم وارجع لك تاني. يا ام كرم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي انا معاك. اهلا بيك. اتفضل يا شيف. ده دخل دي الفرن ولا لسه؟ لسه هحط لبن. طيب تمام عشان وقتنا. ايوه انا معاك يا ام كرم اتفضلي. الو. طيب الو. طريقه المقرمشات. المقرمشات ولا القراميش؟ القراميش. القراميش ولا المقرمشات؟ القراميش. هو في حاجه اسمها القراميش وحاجه اسمها المقرمشات؟ ولا نقول بالصعيدي الجراجيش؟ طيب هجاوب حضرتك. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ شكرا شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك بينا، واحنا سعيد جدا. انت عملتي ايه يا شيف؟ انا عايز ادخل ده الفرن عشان وقتنا. ايه رايك؟ حاضر. دخلتي في البانيه؟ لا انا عايز ندخل بقى الايه. تمام زي الفل. اجيب بيضه. بيضه. ايه حكايه البيضه بقى؟ بيضه لازم للجلاش عشان حتى يعني بيبقى بينفش شويه وما بتخلوش برضو ايه يمسك في بعض. تمام. بيضه احطها كده على معايا حاجه؟ لا بحط لبن. لبن. إيه؟ بحط لبن. لبن مع البيض. تمام. بتاخد بقى اي بهارات؟ بناخد اي بهارات؟ لا لا ولا حاجه، نقطه فلفل بس بسيطه. تمام زي الفل. يبقى عندنا بيضه. أيوة. عندنا لبن. تمام. عندنا فلفل اسمر، نقطه فلفل اسمر بس حاجه بسيطه يعني. تمام زي الفل يا شيف زي الفل. وتسلم ايدك يا شيف. طيب حد ما بيحبش البيض يعني، ناس كده عندها حساسيه من البيض، ما نحطش بيض، نحط لبن ونقطه فلفل. يعني لبن ونقطه فلفل. تمام زي الفل يا شيف. لبن وفلفل اسمر وهيقضي معانا الغرض. ايوه تمام. تسلم ايدك يا شيف. انا انت سايبه الجلاش وداخله على البانيه دي واحده. طيب قولي لنا بقى عملتي ايه؟ عايزين نشرح. انا كده هحط البصله على الثوم كويس واحطهم على النار. اكسب وقتي يعني. انت كده مكان البانيه. مكان البانيه. مكان البانيه. أيوة. حطينا عشان ناخد تيست او طعم البانيه. تمام زي الفل كده. وتومه ونسيبها على النار. أيوة. ونرجع للجلاش. نرجع للجلاش نشوف الجلاش عمل ايه. تمام. هنحط فلفل أسمر مع بيض مع لبن. ايوه تمام زي الفل يا شيف. وبعد كده احطه على الجلاش. على الجلاش. وبعد كده يدخل الفرن. بس اقطعه بس الاول. مش عايزين نسيب ولا تكه يا شيف. بنقطعه عشان يعني الحاجه اللبن اللي انا هحطه يبتدي يدخل فين؟ يدخل في كل الجلاش اللي انا عاملاه. تمام. يعني يوم الموضوع مش موضوع مش على الوش بس. بس. لا لا مش موضوع مش على الوش بس. لا لا. طيب ماشي. مش هاكلك جلاش. مش هاكلك جلاش. ليه كده؟ ليه كده؟ وانا مش هاكلك جلاش. انا اللي معايا الجلاش مش انت. حبيبي يا ريس حبيبي. يلا كده نشوف يا جماعه. بيض ولبن وفلفل. بس. يتشرب. نقطعها عشان تتشرب وتدخل الفرن. ايوه. طب خليكي انت مع البانيه واشرحي للناس. اروح اودي دي الفرن، ايه رايك؟ ماشي. تمام؟ يلا هتاخد قد ايه في الفرن؟ هي مش هتاخد ممكن 10 دقايق او ربع ساعه على حسب الفرن بقى. على حسب. لا فرننا 100 100 ما تعبي. انت بتغلطي في الفرن ولا ايه يا شيخ؟ معمول على حسب. وبعدين على حسب الفرن. في سكاكين هنا يعني. على حسب. ربنا يبارك في حضرتك. واروح على ايه؟ كده على الفرن. اه تمام كده على الفرن. أيوة. طب وانا بوديها الفرن انا عايزك بقى مع البانيه. ماشي تمام. قولي لنا كده يا شيف
تمام اغيب عنك دقيقه. قولي لنا يا شيف كده انت بتعملي ايه واخبار البانيه معاك ايه؟ اخبار البانيه معايا عملت ايه بعد ما حمرت البانيه؟ بعد ما حمرت البانيه حطيت اهو البصل وحطيت الثوم وابتدي احط بقى البهارات. تمام انا معاك يا شيف. ايوه انا معاك. ابتدي احط البهارات. ايوه حطيت حبهان، حطيت قرنفل، هحط بابريكا. اه واحده واحده بقى عشان انت قلتي لي هنحط بهارات كتير. ايوه بس في بهارات مش هنحطها، في ثوم بودره، بصل بودره، زعتر، الحاجات دي انا ما بحطهاش. اه يعني انت كده كلمه كل البهارات عندك، البهارات الشعبيه الموجوده عندنا في البيت، الموجوده عندنا في البيت، كزبره، بابريكا، فلفل ابيض، فلفل اسمر، الحاجات اللي هي الموجوده عندنا ديت في أيوة. في البيت الشطه بنزود ممكن قرنفل. بنزود لازم قرنفل حلو جدا برضه. ايوه شطه حمراء عشان هي حاميه. اه سبايسي بقى. ايوه ما هو اسمه انت قلتي ايه؟ بانيه بصوص ايه؟ الصوص الحراق الحار. اه اجيب لك موزه يا شيف؟ مش هعمل لكم اجيب لك موزه ولا تاكلي بانيه؟ حار شويه. ربنا يبارك في حضرتك. خلاص كده احنا ايه نشيل ورقتين. استاذ رمضان اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الحال؟ ازاي حالك؟ مرحبا منور. انت اللي منورني باتصالك الجميل. منور الشاشه انت والست اللي الشيفه الحلوه دي. الست الحلوه دي منوره الدنيا. الشيف نعمه زي الفل. وصدق وانت كمان يا باشا. تصدق انا ممكن اقول لها الست نعمه بدل الشيف نعمه. كمان حلو. انت اللي حلو يا حلو. لا الشيف نعمه، لا هي الشيف نعمه. الشيف نعمه زي الفل وتسلم ايديها. عشان بحب ام علي قوي. ربنا عايز طريقه ام علي. ايوه عينيا. الست نعمه تعمل لنا ام علي. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ قول للشيف نعمه تعمل لنا طريقه ام علي. حاضر الشيف نعمه تعمل لنا طريقه ام علي دلوقتي. يلا يا شيف نعمه عشان الحاج رمضان شكله كده عاوز ياكل يقوم يعمل ام علي دلوقتي عشان لو ما عملنالوش ام علي هيعمل مع الحاجه ام علي. ربنا يبارك فيكم ومتشكر جدا لاتصالك يا استاذ رمضان وربنا يصلح الحال. احنا كده عملنا ايه؟ قولي لي بقى كده حطيتي كام نوع بهارات وعملتي ايه؟ حطيت فلفل اسود. تمام. حطيت بابريكا، حطيت قرنفل، حطيت كزبره، شطه حمراء، حطيت قرفه، حطيت لورا، حطيت حبهان. تمام نبدا على طول كده نشتغل. يلا فكده بص كده لغايه ما يعني لونها بس يغير بس شويه. هحط لها نص كوبايه ميه. تمام كويس. عليها معلقه صلصه. تمام زي الفل. عندنا معلقه صلصه عليها. اه طب نبدا نشتغل عشان الوقت خلاص. احنا كده بقى لنا 10 دقائق او اقل من 10 دقائق. فايه الجلاش هياخد قد ايه في الفرن؟ مش هياخد 10 دقايق. مش هياخد 10 دقايق. طيب تمام. انا الحق معانا نوع سلطه تقريبا تاني. اه هنعمل سلطه. تمام سلطه اقلب لك هنا ونشتغل ونشتغل. انت ايه في السلطه؟ عايزه اعمل كوبايه. تمام زي الفل اهو انا معاك يا شيف. بعد كده حطينا ايه البهارات. تمام ميه. دي ميه هنعمل فيها ايه؟ هحطها فيها معلقه صلصه عشان احط عليها البانيه. اتفضلي معلقه صلصه. اه اخفها بالميه. اه بس تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. الله يخليك. انا هروح اعمل بني ده. هروح اعمل ولا نعمل ليه؟ ما انا هاخد من ده، انا هاخد ده مش هخلي حد ياكل معايا. ايه رايك يا شيف؟ بالهنا والشفا. يلا يا شيفنا كده يا شيفتنا كده عشان الوقت بتاعنا الجميل. وصلت الجلاش يا جماعه اهوت في الفرن. بقول لكل الناس تتواصل معايا من تاني عشان نبدا مبادره الخير. مبادره اي حد عنده كاترينج وعاوز يعلن عنه يتواصل معايا. يتواصل معايا ان شاء الله. عايزين نوسع المجال، عايزين نشغل الناس، عايزين اللي عنده افكار وعنده مشروعات يتواصل معايا على صفحتي ويقول لي عنده مشروع ايه او عاوز يعمل ايه او الاقتراح بتاعه ايه او ايه اللي ينفع وايه اللي يفيد. المعلومه والافاده عايزينها تبقى عامه لكل الناس. هتبقى عامه لكل الناس. نروح للشيف عملت ايه؟ حطيت البانيه. حطينا البانيه. ايوه تمام زي الفل. خلاص كده احنا خلصنا الصلصه. ايوه تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. وانا بقول لك انت نورتي لتاني وتاني. الوصفه بقى بتاعتنا. ايوه قوليها تاني. قولي البانيه. اقولي واشتغلي في الصلصه عبل ما اروح اشوف الجلاش في الفرن عمل ايه. ماشي عايزه اغسل. ماشي تمام زي الفل. عشان اعمل فيها سلطه الزبادي. يبقى كده احنا خلصنا.
تمام يا شيف. عايزك تعيد وصفة ال البانيه كده واحنا واقفين مع بعض. وصفة البانيه، عملت بصلة مكان البانيه، عملت بصلة وثوم، وبعد كده نزلت عليها البهارات، قرفة، قرنفل، حبهان، شطة حمراء، ملح وطبعا وفلفل اسود، وبعد كده يا دوبك اخدوا لون بدات حطيت عليهم معلقه صلصه وحطيت عليهم واحده ماجي وبس ونص كوبايه ميه. تمام، تسلم ايدك يا شيف. وبعد كده نزلت بالبانيه. تسلم ايدك يا شيفتنا الجميله. اروح اشوف الجلاش واجي لك. عملت لنا سلطه الزبادي. ماشي ماشي يا شيفنا، زي الفل يا شيف. سلطه الزبادي بقى عباره عن ايه؟ زبادي. وحلوه سلطه الزبادي ديت يا جماعه، مرطبه خصوصا في الجو ده. تمام، من انواع المرطبات يعني الجميله، والخيار نفسه مرطب والزبادي مهضمه، يعني ما تخافوش يعني هتاكلوا الجلاش وتهضموا الزبادي والخيار. تمام، زي الفل كده يا جماعه. تسلم ايدك يا شيف. سلطه الزبادي بقى خفيفه وسهله. نعم، بنحط على الزبادي ثوم وخيار. انت ثوم وخيار. تمام، ثوم وخيار ايوه، والزبادي طبعا. وبعد كده بحط هحط ليمون. تمام، وهحط ملح. واحدة واحدة يا شيف، معاكي أيوة. معانا دقيقتين هنلحق فيهم؟ اه ان شاء الله. طيب اللهم المستعان. يبقى كده سلطة الزبادي برضو على السريع كده، قلب لي كان البانيه شوية. ماشي، والجلاش لسه عندنا في الفرن. مفيش حاجة هتخرج. تمام، زي الفل، وتسلم ايدك يا شيف. الله يا جماعة، أنا عايزكم تشوفوا البانيه حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت كده لا 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 الشيف نعمه يا جماعه. طيب اروح اجيب الجلاش بقى عشان ايه، وقت حلقتنا قرب ينتهي. طب نشوفه. تمام، زي الفل. هو خلص ولا لسه؟ اه هو لسه الوش معانا شويه. تمام، ان شاء الله هنلحق باذن الله. طيب دقيقه ونص ماشي، هجيب الجلاش طيب وهختم معاك. ماشي حضرتك اغرفي بقى الصوص سلطة الزبادي. ماشي، واغرفي البانيه. تمام، انا اروح اجيب الجلاش. اغرفي يا شيف عشان هننهي حلقتنا دلوقتي، عشان ايه وقتنا خلاص. تمام، يا سلام على الجلاش، يعني ايه جلاشنا كده ايه الجميل اللي زي الفل ده اهو. وبعدين نرجع نكمل تاني. ده اول طبق معانا يا جماعه، الجلاش بالبسطرمه. تمام، هنغرف هنا ولا عندنا طبق تاني؟ عندي طبق تاني اهو، الابيض ده. أيوة. تمام، زي الفل. ده اللي يا سلام، يبقى احنا كده عملنا جلاش بالبسطرمه، وعملنا سلطه الزبادي. ايوه تمام، وعملنا البانيه بالصوص الحراق. تمام، تسلم. تمام، زي الفل. اسيب اللي عندك ونبدا هات البانيه. تمام كده، يلا البانيه كده اهو. يلا شفتنا الجميله، نغرف. انا سعيد جدا بحضرتك يا شيف، وبقول لك تسلم ايدك. انا سعيده والله، وربنا يبارك في حضرتك. و ما شاء الله، الاكل جميل يا شيف. الهنا والشفا. تمام، تسلم ايدك. دي اطباقنا يا شيف، وديت حركات وتكات الشيف نعمه النهارده معانا، اللي نورتنا وشرفتنا في برنامج ساعه شهيه. وقولها تسلم ايدك، وان شاء الله انا مش مكتفي بالحلقه دي، لينا حلقات تانية مع بعض ان شاء الله باذن الله. متشكر لحضرتك، وبنقول لكل الساده المشاهدين انتظرونا كل يوم في برنامجكم ساعه شهيه، ما عدا الجمعه والسبت من الساعه 8 للساعه 9 كل يوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.